كذلك في عنا اضطراب اسمه الرجفان الأذيني. كمان الرجفان الأذيني هو من النغزميات الشائعة، هو الأكثر شيوعاً، يحدث بحدود بحوالي 0.4 إلى 1% من عموم الناس، ويزداد حدوثه مع تقدم العمر. بترافق عادة مع كبر في السن، مع ارتفاع التوتر الشرياني، مع أمراض قلب الدسامية، قصور قلب احتقاني، وداء القلب الإقفالي. ممكن الجراحة، خصوصاً الجراحة القلبية، إنه تترافق مع ارتفاع نسبة حدوثه لتوصل ل 35-50% من عموم حدوث الرجفان الأذيني. يمكن أن يصنف لأنواع الرجفان الأذيني، ممكن يكون معزول مجهول السبب، يعني ظهر بدون سبب واضح هيك بشكل مفاجئ. ممكن يكون مكتشف للمرة الأولى، قد يكون ناقص يعني حدث لأكثر من مرة، ممكن يكون انتيابي بيروح وبيرجع، وممكن يكون مستمر ودائم يعني على طول موجود. طبعا انا هون شوي ركز على موضوع الرجفان الأذيني وعلاج الرجفان الأذيني، لأن مثل ما حكينا هو من الاضطرابات الشائعه وكثير عم نصادفها، فركزت شوي على موضوع العلاج. العلاج بتضمن ثلاث خطوات. اول شيء ضبط الاستجابه البطنيه، بمعنى انا هون عندي استجابه بطنيه سريعه متوافقه مع رفرفه مع رجفان الأذينات، يعني هي عباره عن تقلص غير فعال للأذينات. فانا هون اول مهمه لازم اعملها هي اضبط الاستجابه البطنيه، بمعنى انه بطئ معدل النبض، فبلجا لحاصرات بيتا او حاصرات قنوات كالسيوم او الجلوتين، فبنقص هذا وظيفه البطين الايسر. طبعا في حال نقص وظيفه البطين الايسر او وجود مضاد ضاد بماء سبق، انقاص خطوره صمات خثاريه. الورفرين، عاده يعطى الورفرين كمميز ومانع او حال الخثره في حالات الرجفان الأذيني. نهض الورفرين حتى الوصول لقيمه اي ان ار 2-3، حيث يعطى قبل قلب النظم لمده 3 اسابيع، بمعنى انا عندي رجفان أذيني يفضل انه اميه قبل ما اخلق النظم، خوفا من انطلاق خثرات تعمل لي صمات. فنعطي الورفرين قبل 3 اسابيع لكل اشخاص مصابين بالرجفان الأذيني لاكثر من 48 ساعه. يجب الاستمرار بالورفرين ل4 اسابيع على الاقل بعد قلب النظم، يعني نعطي 3 اسابيع وبنرجع نعطي بعد قلب النظم ايضا 4 اسابيع. الورفرين يحدث نقص سنوي تقريبا 68% من خطر حدوث السكتة الدماغية، وهو أفضل من الأسبرين في هذه الحالات. الأسبرين خفض لحدوث السكتة الدماغية أقل من الورفرين، اللي بيعادل تقريبا من 0-40% لصالح الأسبرين، فأفضل مميز في هذه الحالات هو الورفرين. إذا لا يمكن تأجيل قلب النظم ل3 أسابيع، ما فيني إنه أنا أجل قلب النظم ل3 أسابيع، فعند يميع المريض بالهبارين الوريدي، ما بعطي ورفرين، بعطي هبارين وريدي، ويتابع بالورفرين لمدة 4 أسابيع بعد قلب النظم. في عنا شيء اسمه قلب النظم كهربائيا. قلب النظم كهربائيا إنه أنا أعطي 200 جول ثم 360 جول مرتين حتى يرجع النظم. طبعا هذا بعد شو؟ بعد التمييع كمان، يعني بعد ما أعطي أيضا هبارين وريدي. في حال كان رجفان أيضا أقل من 48 ساعة، وهون نسبة النكس بتكون شائعة. استخدام الفليكاين أو بروبافينون لقلب النظم في حال عدم وجود مرض قلبي مستبطن، هذا يعتبر من أدوات قلب النظم الدوائي وليس الكهربائي. في حال وجود مرض قلبي بنيوي يستخدم الأميدارون، يعني أنا في عندي مشكلة في بنية عضلات القلب فبلجأ لقلب النظم دوائيا بالأميدارون، وبصراحة هو أشياء شيء نحن نستخدمه هو الأميدارون. لكننا بدنا نلجأ لقلب النظم دوائيا. في حال مريض غير المستقر يلجأ للعلاج بالصدمة الكهربائية المتزامنة، مثلا رجفان أذيني مع تغير معي، رجفان أذيني مع ألم صدري، رجفان أذيني مع هبوط ضغط، فأنا هون ما بلجأ ل يعني إنه أقلب النظم دوائيا، رح ألجأ لقلب النظم كهربائيا بصدمة متزامنة.
طيب بالنسبة للرجفان أذيني، إذا أنا بدي أقرأ التخطيط شو رح ألاحظ بتخطيط مريض رجفان أذيني أو الأتريال فيبريليشن؟ السرعة الأذينية بتكون 350 ضربة بالدقيقة، أما السرعة البطينية قد تكون سريعة وقد تكون بطيئة، يعني استجابة البطينات للتنبيه الأذيني قد تكون متغيرة أما سريعة أو بطيئة. النظم بيكون غير منتظم، موجة بي تكون غير موجودة، وهو يعني المعيار الأساسي بحدوث أو بأنه أنا أشخص رجفان أذيني، لأن الرجفان هو عبارة عن تخلص غير فعال للأذينات، ما في عندي موجات بي ناجعة عن تنبيه طبيعي، فبالتالي رح يعطيني أشكال مثل الرجفان بين مركبات الكيو آر إس، هي عبارة عن رجفان أذيني، إذا لا يوجد موجة بي. بي آر طالما موجة بي غير موجودة فالبي آر غير موجودة، الكيو آر إس بتكون ضمن الطبيعي. طبعا هون بتعتمد أعراض العلامات السريرية على شدة استجابة البطينية، كل ما زادت استجابة البطينية يعني زادت السرعة فالأعراض بتكون أشد، فالغاية إنه أنا أول العلاج حكينا قبل شوي إنه أنا أضبط استجابة البطينية، يعني ببطئ معدل النبض لحتى أخف شدة الأعراض عند المريض. هذا شكل تخطيط الرجفان الأذيني، أولا النظم غير منتظم، إذا بطلعوا على المسافات بين آر آر غير منتظمة، موجة بي هل موجودة؟ موجة بي غير موجودة، هاي الموجات هي عبارة عن موجات رجفانية للأذينات، يعني لا تعتبر موجات بي، لا توجد موجة بي. كيو آر إس ضمن الطبيعي، إذا النظم غير منتظم غير جيبي هذا يعتبر رجفان أذيني. في عنا هذا التخطيط، مريض رجفان أذيني عم بياخذ جوكسين، وكثير بكره بنشوفه بالعنايات، فبنلاحظ هون في عندي رجفان أذيني مع علامات على استخدام الجوكسين، او فينا نقول اشباع بالجوكسين، مريض اشباع بالجوكسين، فبنلاحظ اول شيء علامات رجفان أذيني، اولا نظم غير منتظم، اذا نقيس مسافات غير منتظمه، بي ما في عنا موجة بي، طلعوا على ليد 2 بالعادة احنا بنطلع على ليد 2 لا توجد موجة بي بكل المساري، غير منتظم لا توجد موجة بي، كيو ار اس طبيعية، اعتبر هذا رجفان أذيني. مريض عم ياخذ الجوكسين، فاذا بتتذكروا بالمحاضرة الماضية حكينا عن علامة الاشباع، الجوكسين هي تزحل استي بشكل الشارك الاوروبي او الفرنسي، طلعوا على تزحل استي هالشكل، شكل مميز لاستخدام الديجوكسين. إذا كان في عندي أعراض للانسمام بالديجوكسين فبعتبره هذا انسمام ديجوكسين، يعني صار في عندي رفيان، ارتياء، صداع، قهم، فالمريض عم ياخذ ديجوكسين مع أعراض مع تزحلات استي، فالمريض دخل في حال تسمم ديجيتالي.